واليوم رفقة الدكتور عماد، الدكتور اللي كنثقوا فيه، دكتور الصيدلة، رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية، عاملين حساب مفتوح على كل أسئلتكم. بغيتي لالا تستشري، بغيتي تسولي على شي حاجة اللي عندها علاقة بالجميل، بالجمال ديالك، شعر، بشرة، ليك أو الفرد من أفراد الأسرة ديالك. وأول سؤال غنبدأ به مستمعة اللي كانت تصلت بينا يوم الخميس فاش كانت الحصة مع دكتورة سناء العيناني. مرحبا. وكانت سولت على حب شباب اللي كيكبر لها بشكل كتير على مستوى الحنك وعلى مستوى الظهر. شنو هي الوصفة اللي غادي تنصح بها هذه المستمعة؟ أتمنى أنها في الاستماع واللي كذلك غتفيد كل سيدات أو شبان اللي بحالها. فالوصفة ديالنا غادي نستعملوا فيها، غنستافدوا من مادة المنتول، مادة اللي كنلقاوها في النعناع. وهذه المادة ديال المنتول من المواد اللي كتوازن لنا الإفرازات ديال الدهون وكتنقص لنا حتى من الحدة ديال الحبوب. والمزايا شنو اللي في المزايا ديال هذه المادة؟ هذه أنها ما كتخلي لناش الأثر واخا كيتحيد الحبوب. فالطريقة ديال الاستعمال البسيطة، كناخذوا 10 ديال الوريقات ديال النعناع وكنزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء المغلى. ولكن هنا الطريقة ديال التحضير هي اللي مهمة. ملي كنزيدوا نص كاس ملي كنزيدوا كاس صغير ديال الماء المغلى، كنخليوها 3 ديال السوايع، ومن بعد كنطبخوها فوق النار حتى كتطلع الغلية الأولانية، وكنخليو هذا المحلول ليلة وكنصفيوه وكنديروه في الثلاجة. كنوليو كنمسحو به الوجه ديالنا في الصباح وفي الليل كمحلول منظف، وكنداوموا عليه دائما. وهكا ان شاء الله في 15 يوم الاولى كتوليو كتحسوا بان داك الحب بدا كيطفى وما بقاش كيبان الاثر ديالو. وحنايا كنقول لكم مرحبا بكم وبكل اسئلتكم عبر الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك. سناء الزعيم اسود، تحيه لكم، اهلا بك. هناء زكيه، تحيه لام حفصه، صباح الفل والياسمين، اهلا بام ياسين، اهلا بيوسف، سوسن كذلك، اهلا بعمر، ام البنين من وجده، تنسلم على كل من كيتابعنا عبر اثير اذاعه اصوات. وكل مدينه وكل جهه عندها الموجه ديالها، بحثوا عليها، بحثوا على اذاعتكم اصوات. وكنرحب بكم في برنامجكم النسائي الاول، برنامج حديث ام غزل. طبعا حنايا كنرجعوا معك دكتور عماد لاسئله مستمعتنا نوال. كتسول على الوصفه اللي عطيتينا في جمال وكي من الطبيعه، نعاودوا نذكروا هذه الوصفه لاش كتصلح بالضبط. فاكيد في هذه الوصفه قلنا غادي تقلل من الشعر، يعني كدير ازاله الشعر وكتقلل لنا الجذور والبصيلات ديال الشعر. وكل ما استعملناها كيولي كينقص الشعر في هذه المنطقه هذه اللي ما بغيناش يبقى ينوض بزاف. عندي سؤال على ازاله الشعر في الجسم، الشعر الزائد. نعم. شنو هي الوصفه اللي غتنصح بها السيدات؟ فازاله الشعر هنا كنستعملوا الوصفه اللي كنستعمل دائما اللي هي الزريعه ديال الحريقه الحرشه، اللي كناخذوا منها جوج معالق كبار، كنديروها في كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنخليوها في حمام مريم مده ديال نص ساعه وكنخليوها تبات. ومن بعد منين كنديروا الازاله ديال الشعر، كناخذوا هاد الحبيبات ديال الزريعه ديال الحريقه الحرشه مع زيت الزيتون في هذه الخلطه، وكنديروا بها مساج على البلاصه اللي بغيناها ينقص فيها الشعر. كنخليوها مده ديال نص ساعة ومن بعد كنصلوها. العملية كنديروها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، يعني كل ما كثرنا منها كل ما كتعطينا فائدة أكثر. زينب كنقرأ السؤال ديالها، مرحبا بك معنا في حديث مغزل. كتسولنا بغات وصفة الشعر ديالها اللي كيطيح لها، عندها 20 سنة وكتعاني من تساقط الشعر بزاف وكيطيح لها أكثر من القدام، وعندها أيضا مشكل ديال القشرة في الأمام ديال الشعر ديالها. واخا كتكون قالت لك عاد غسلات شعرها يومين من بعد عاوتاني عندها نفس المشكل. فهاد الحالة دكتور عماد، البنات اللي عندهم هاد القشرة اللي كتكون بكثرة وفي وقت وجيز في الامام ديال الشعر، واش هذا مشكل صدفيه؟ واش هذا مشكل ديال الفطريات؟ فهنا كاين بزاف ديال المشاكل اللي يمكن لهم يعطيونا هاد المساله هذه. غير هو في المرتبه الاولى كتجي الفطريات، كتجي النوع من الفطريات اللي كتعطينا هاد المشكل هذا، اللي كتغذى على داك الزام، يعني الدهون اللي كتكون عندنا في فروه الراس، وخاصه في المنطقه اللي كتكون اماميه، كتكون واحد المنطقه فيها التعرق بزاف وكتكون الافرازات الدهنيه فيها بزاف. داك الشيء باش هي اللي كتكون اول منطقه كينقص فيها الشعر اكثر من المناطق الاخرى. فهنا غادي نديروا وصفه شامله، وصفه اللي غادي يستعملوها كاع الاخوات كذلك، سواء استعملوا ماده كيميائيه او ما استعملوش، لان حتى استعمال بعض المواد الكيميائيه العشوائيه كتعطينا هذا المشكل هذا. فغنعطيو وصفه شامله، وصفه غنستعملوا فيها زيت اليزير، زيت القطران، وزيت نوار الشمس.
نعاودوا المقادير هذه الوصفه دابا للقشره ولا لتساقط الشعر؟ هذه الوصفه غتعطينا علاج كامل للفروه ديال الراس. اذا ملي غادي نديروها غادي نخلوها مده ديال ساعه، كتوازن لنا افرازات الدهون وكتقضي لنا حتى على القشره، لان القشره عندنا زيت الازير هي اللي غتحيد لنا القشره، وزيت القطران مع زيت نوار الشمس كتغذي لنا الفروه ديال الراس وكتخلي الشعر ينوض بطريقه طبيعيه. فالوصفه ديالنا المقادير ديالها غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت اليزير، معلقه كبيره من زيت القطران الطبيعي، وزيت نوار الشمس. نخلطوا هاد المكونات كاملين، كندهنوهم على الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوهم ساعه وكنغسلوهم. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكندهموا عليها مده ديال 3 شهور. مريانه كتسولنا وصفه لتصبغات الوجه، شنو المقصود بتصبغات الوجه؟ اذا تصبغات الوجه يعني الاختلاف ديال اللون ديال الوجه او دي بيغمونطاسيون او يعني ما كتبقاش واحد التلوينه موحده في البشره ديال الوجه. اكيد. فهنا غادي نستعملوا الدقيق ديال الذره، الحليب دافئ، والطيل الاخضر. اذا المقادير غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الطيل الاخضر، معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره، واربعه ديال المعالق كبار ديال الحليب دافئ. نخلطوه مزيان حتى يتخلط، كنديروه ماسك على البشره ديالنا مده ديال نص ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها 3 ديال المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. حليمه عروسي على الفيسبوك كتسولنا، عندها كتشكرنا بزاف وكتشكر دكتور عماد، قالت لك جربات الوصفات الرموش، يا سلام بصحه وراحه حليمه، بغات وصفه للهالات السوداء. هذا ايضا مشكل كيعانيوا منه الكثير من البنات ومن السيدات، شنو الحل؟ اكيد اكيد. فالهالات السوداء اللي غادي ناخذوا ليها ما كاينش محسن من شجره الشاي او المواد اللي كناخذوها من شجره الشاي. فهنا غادي ناخذوا الروح ديال شجره الشاي، ويلي سونسيال دو لاغبغ دو تي، اذا نروح ديال شجره الشاي 10 ديال النقيطات، وكنزيدوهم جوج معالق كبار ديال زيت البابونج. نخلطوا هاد المكونات كاملين حتى يتخلطوا، وهذا الزيت اللي كنحصلوا عليه كنديروا به مساج خفيف حول العين ديالنا يوميا وما كنقطعوش، وكنستعملوا هاد الوصفه هذه دائما، فهي نهار على نهار كتعطينا فائده. ممكن تواصلوا معنا بشكل مباشر كذلك عبر رقمنا الهاتفي بالاستوديو ديال راديو أصوات. رانيا من مكناس وهدى من الدار البيضاء، أهلا بكم. أهلا، صباح الخير رانيا. خير، مرحبا بك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تنسلم عليك وعلى كل من كيتصنت البرنامج حديث ومغزل بمدينة مكناس ومتابعين راديو أصوات. شنو سؤالك للدكتور عماد؟ بارك الله فيك. عافاك بغيت نسول الدكتور عماد على زيت أركان. إيه عزيز أركان، كيفاش نستعملها للوجه والشعر؟ والسؤال الثاني بغيت نسول على باش تنحيدو الموستاج شي زيت باش ما يبقاش يدير لي الحبوب. واخا نسولك اختي، اللون ديالك كي داير اللون ديال البشره ديالك؟ سمراء. سمراء، فزيت أركان ما ديريهاش وتخرجي بها الشمس لانها كتسمر. حيت المواد اللي فيها كيتسموا مواد فوتوسونسيبل، يعني كيهيجوا اشعه الشمس في البشره. فاذا بغيت تستعمليها استعمليها في الليل. وزيت أركان انا غنعطي لك تدخليها في وصفه لكل جميع الاخوات اللي عندهم زيت أركان في الدار، كيفاش يديروا وصفه مضاده لتساقط الشعر واللي كتقوي لنا الخلفه ديال الشعر. فهنا غادي تاخذي 4 ديال المعالق كبار ديال زيت أركان، اها، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، اها، وثلاثه معالق كبار ديال زيت نوار الشمس. هذا الشيء كامل كيكون في المطبخ. اييه. فهذا المركب ديال الزيوت مهم، مغذي، مضاد الاكسده، وكيقوي لنا الجذور ديال الشعر. قلنا 4 معالق كبار ديال زيت أركان، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وثلاثه معالق كبار ديال زيت نوار الشمس. زيت أركان سواء كانت ديال التجميل ولا ديال التغذيه ماشي مشكل، فبجوج بهم راه فيهم منفعه للشعر. غنخلطوا هاد المكونات، كدهنوا بهم الجلده ديال شعركم وشعركم، كتخليهم ساعه وكتغسلوه. العمليه غديروها جوج مرات في الاسبوع وداوموا عليها مده ديال 3 شهور بحال ديما. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه لازاله الشعر وباش ما ندير ما يوقعناش واحد الحساسيه على هذا المستوى ديال هذه المنطقه، فقلنا اول حاجه بعدا كنبردوا هذه المنطقه باي حاجه عندنا بارده اللي غنستحملوها، كنديروها في هذه المنطقه باش كنرجعوا الدوره الدمويه للحاله الطبيعيه ديالها. هذا من جهه. من جهه اخرى غادي نستعملوا يا اما زيت الورد اللي هي كتعتبر في المرتبه الاولى، زيت لافوكا، ولا زيت رشيم القمح. فهادو كاملين وحده منهم تستعملوها ان شاء الله مورا ما تحيدوا الشعر، والامور غادي تكون بخير. واخا شكرا بزاف، انا فرحانه حيت عيطت لكم. مرحبا اختي. مرحبا بك رانيا من مكناس. غنمشيو للدار البيضاء، معنا هدى. تحيه لكل البيضاويات فين ما كنتوا كتابعونا، اهلا بك هدى.
نقطع الخط الهدى. غادي ناخذ أمينة من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك. كي دايره اختي سناء؟ كي دايره الدكتور ايمان؟ لاباس الحمد لله امينه. مرحبا. شنو سؤالك؟ سؤالي بغيت نسول الدكتور على تونيا ولا تاع لعبه ولا ما عرفت شي حاجه بحال هكا في الشهر ياك؟ لا ماشي في الشهر، في الوجه. التونيا في الوجه. شكون عندك؟ لا هذا الشيء عند خويا. هكاك اذا التونيا دوز عند الطبيب ونتبع معاه وخرج لي الضو ما دار لي والو، قال لي عندك تاع لعبه. وبيتكسيني الله يرحم والديك. واش الاخ ديالك متبع شي علاج؟ متبع مع الطبيب. شحال هادي ديال الوقت؟ نقول لك شي شهرين هادي ولا. وبدات كتعطي نتيجه؟ لا قال لك باقا تعيد تزاد ليه بزاف وتخليه. واخا واش الاخ ديالك كيتوتر؟ هو لا، ولكن الطبيب قال لي راه من التوتر. قال لي الطبيب من التوتر. دكتور عماد، هذا الموضوع مهم والسؤال ديالك امينه مهم بزاف. كنلاحظوا على انه اليوم الكثير من الرجال ومن الشبان اللي ولا كيظهر لهم بحال واحد البهق او بحال البقع السوداء في الوجه، يعني تلوينه ما كتبقاش موحده. بغيناك تشرح لنا شنو هي التونيا وشنو هي التعلبه، واش كنهضروا هنايا على داء واحد ولا هما جوج ديال الحالات مختلفين، واش كيظهروا حتى في الوجه عند الرجل؟ اكيد فالتونيا، التونيا هي من الامراض اللي كيمكن تعالج بسرعه وكيمكن تخلصوا منها. اما التعلبه او لوبيسي فهي كتولي مرض مزمن. شنو هو المشكل؟ المشكل هو ان المناعه ديالنا ما كتبقاش كتخدم بطريقه طبيعيه. شنو كيوقع؟ كتمشي مضادات الاجسام في المناعه كتاكل لينا دوك الجذوره ديال الشعر في ديك المنطقه. ان الدات ما بقاتش كتعرف على البصيلات ديال الشعر في هذيك المنطقه وكتولي كتاكلها، وهنا اللي كيعطينا هذا المشكل علاش الشعر كيتفقد في هذه المنطقه هذه. يعني كتولي ممكن تبان في الشعر او ممكن تبان في الوجه او في مكان يعني اخر من الجسم. اكيد في المناطق اللي كتكون فيها البصيلات ديال الشعر، خاصه في الغالب عند الرجال كتبان يا اما في الراس ديالهم ولا كتبان في اللحيه ديالهم. على مستوى اللحيه والحنك. فوالا اكزاكتومون. غير هو الاخت ديالنا كنقول لها ان شهرين راه قليله، ان راه مازال راه التريتمون كيقدر يمشي حتى العام، في بعض الحالات كتمشي حتى العامين. اذا اول حاجه شنو خص في التريتمون؟ كيخص بعدا نتبعوا التعليمات ديال الطبيب، اننا من ان الوقت اللي كيعطينا الطبيب باش نستعملوا هذا الدواء هذا كيخصو يتخذ. ثانيا كيخصنا ننساوها، ما نبقاوش نفكروا فيها نهائيا، ما نشوفوها لا في المرايه لا في والو، يعني نحاولوا نخويو راسنا من هاد من هاد من هاد المساله هذه. علاش؟ لان كاين ليفي بسيكوموتور، ان العقل كيولي مركز على هذه المنطقه وكيبقى كيتفرزوا هذوك المضادات الاجسام اللي هضرنا عليهم اللي كياكلوا البصيلات ديال الشعر. ثالثا اننا نتجنبوا استعمال المواد الكيميائيه، لان في بعض الحالات الاستعمال ديال المواد الكيميائيه كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا ديال لالوبيسي. علاش؟ لان كيعطينا واحد التغيير ديال الصبغه الوراثيه في هذه البلاصه هذه. هذا من جهه. من جهه اخرى في المواد الطبيعيه، شنو يمكننا نستعملوا كمواد طبيعيه؟ فبالنسبه للرجال ما كاينش محسن من زيت الحبه السوداء. اذا زيت الحبه السوداء اللي غيولي كيدهن بها مساج كل ليله، مساج 5 دقائق، وغادي يبات بها وما يقطعش هذا الزيت، فهي كتعطيه فائده. كنزيد ناكد، زيت الحبه السوداء او حبه البركه ماشي زيت الشانوج، وان شاء الله تعطي نتيجه. وياكم ثم وياكم تحكوا الثوم على هذه المنطقه او تشرطوا هذه المنطقه بالغازوار كما كيديروا بزاف ديال الناس وكيحكوا الثومه، فهنا كنحرقوا هذيك الجلده وكيتزاد هذا المرض، وفي بعض الحالات كنوصلوا لالتهابات من الدرجه الثالثه. غادي نجاوبوا على ام سلمى اللي كانت كتسول على لاختروز. لاختروز نعاودوا نحددوها، واش هي الام في المفاصل؟ واش هي الام على مستوى اسفل الظهر وعلى مستوى العمود الفقري؟ وفي هذه الحاله ام سلمى كتقولي على انها متبعه العلاج ديالها عند الطبيب، ولكن بالرغم من ذلك مازال عندها طبعا تعب كثير وعندها ايضا الام. دكتور عماد. فهنا غادي نحاولوا نستعملوا بعض المواد اللي كتعاون الفيتامين دي وكتعاون التركيز ديال الكالسيوم في الداس ديالنا. اذا هنا كنصحك انك تاخذي واحد معلقه كبيره ديال الزنجلان كما هضرنا عليها، ولكن غنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه. الحريقه الحرشه لاختي اللي فيها كذلك منافع كبيره، وتا هي كتثبت لنا الفيتامين دي في الدات، وفيها مضادات للالتهاب. غادي نزيد واحد مضاد للالتهاب كذلك اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، اللي هو الزريعه الكحله. الزريعه الكحله داك اللب ديالها اللي كناخذوا منه حتى هو معلقه كبيره، فماده الجلوتاتوين اللي عندنا في الزريعه الكحله او في البذور ديال نوار الشمس مهم جدا، وكيتعتبر حتى هو مضادات للالتهاب الطبيعي. اذا قلنا معلقه كبيره ديال اللب ديال الزريعه الكحله، فهو راه
كيتباع، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الزنجلان ومعلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه، كنخلطوهم في الحسوه ديال الشعير للاخوات كلهم كيعرفوا الطريقه ديالها وطريقه ديال التحضير ديال الحسوه ديال الشعير بالحليب، كنخلطوها في الصباح وكنشربوا هاد العبول هاد الزلافه هادي كل صباح وما كنقطعوش، فنهار على نهار كيعاوننا وكيعاون كذلك الجسم ديالنا باش كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو. وام سلمى كتقول لي ايضا انه بنتها عندها السمع قليل وعندها يمكن عمليه، باش من نوع ديال الطبيب باش غنصحوها؟ اذا لويغيل، اذا الانف والاذن والحنجره هو طبيب اختصاصي. نعم. يا ام سلمى خص البنيه تديها عند طبيب اختصاصي في الانف والاذن والحنجره، وكاينين دابا اللي متخصصين عند الاطفال، اذا المتخصصين ديال الاطفال فموجودين تبارك الله في بلادنا. كنت ايضا السيده اللي كتسولني على الابنه ديالها عندها 4 سنين وعندها خرجات لها واحد لاطاش بلونش بقعه بيضاء في الوجه ديالها، كتقول لك على انه كان طبعا كتمشي لابيسين كتعرض لاشعه الشمس، واش كاينه علاقه وشنو هي هذه البقع البيضاء اللي كتظهر في البشره ديال الاطفال؟ فالبقع البيضاء اذا كانت مساله انها كتمشي مع الوقت، او مثلا الانسان كيدير مضادات الفطريات كتمشي، فهنا ما كاينش مشكل، ولكن اذا كانت هذه البقع البيضاء كتبقى فهنا كتكون يا اما من دي بيغمونطاسيون، يعني ما كتبقاش عندنا ماده الميلانين في هذه المنطقه، ولا في بعض الحالات لا قدر الله كيكون بدايه ديال البرص او النقاط اللي عندها علاقه بالبرص، ولكن طبيب ديال الجلد هو اللي كيمكن له يحدد لنا هذه الحالات. المساعده لتوقيف البقع البيضاء بالنسبه للاطفال ولا حتى بالنسبه للكبار، فكناخذوا معلقه صغيره ديال الزيت ديال العطرشه وكنخلطوها بجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوا هذه المكونات كاملين وشويه من هذا الزيت كنديروا بها مساج فقط في البلاصه اللي عندنا فيها هذه البقع البيضاء، مساج ديال 10 ديال الدقائق وكنباتوا به كل ليله وكنداوموا عليه. معنا خديجه، اهلا بك، صباحك سعيد على راديو اسوات. صباح الخير اختي سناء، انا فرحانه بزاف نسمع صوتك. مرحبا ونهار كبير وحنا في الخدمه. اختي سناء الله يخليك، بغيت نشكر الدكتور عماد على واحد الوصفه وعندي سؤال. اهلا. مرحبا اختي. دكتور عماد شكرا بزاف على الوصفه الهنديه للشعر، صراحه وصفه واعره، كنشكرك بزاف عليها. انتم اهل الشكر والجزاء اختي، مرحبا، هذا واجب اختي. ربي يخليك يا دكتور، وبغيت نستشر معك على واحد الوصفه لزياده الوزن. اييه. كندير فيها الحمص مطحون، العدس، باديان، نافع، حبة حلاوة، زرعة الكتان، كاوكاو، زنجلان، الشعير، الصوجة، الشوفان، وكنخلطهم باللبن. إيه شحال كديري ديال اللبن؟ شحال كتاخذي بدا من المكونات؟ كندير كاس ديال اللبن ومعلقة كبيرة ديال المكونات. نعم، فهمتي أختي، شوف خذي غير الشوفان ياك؟ الشوفان غتاخذي منه 3 المعالق كبار، 3 المعالق كبار ديال النافع، لأن النافع كيفتح الشهية. وبعدين خذي معلقه صغيره ياك؟ وغادي تاخذي المكسرات اللي عندك، دوك المكسرات غتاخذي 2 معالق كبار منه، يعني كاوكاو ياك؟ وشنو عندك اخر؟ اللوز. اذا اللوز 2 معالق كبار و3 معالق كبار ديال الزنجلان مطحون، هادشي كامل غادي تخلطيه يا اما بالعسل، ما كانش عندك العسل العادي يعني ديال الليمون، غادي تخلطيه بواحد داك الحليب المركز المحلى، تخلطي هادشي كامل، ديريه في واحد القريعه تسدي عليها مزيان، تخليها في الثلاجه. علاش؟ باش تبقى محافظه على يعني الخصائص ديالها. وخذي معلقه صغيره بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، وداومي على هذه الوصفه هذه فان شاء الله تعطيك نتيجه، لان الا درتي الحمص وخلطتيه مع العدس وخلطتي هذه المكونات كامله، فشنو غيوقع لك؟ يوقع لك انتفاخ على المستوى ديال 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 المصارن ديالك وديال الجهاز الهضمي ديالك، ومع الوقت اختي غيولي عندك مشاكل ديال عسر الهضم ومشاكل في المصارن ديالك، وهذا الشيء هذه الامور هذه كامله انا ما بغيتكش يعني توقعي فيها، استعملي هذه الوصفه ان شاء الله وغادي تعطيك نتيجه. صافي تفهمنا؟ هنايا طبعا انت بغيتي تزيدي في الوزن ياك خديجه. دكتور واش يمكن لي نستعمل ديك الوصفه ديالك اللي فيها باديان وكاوكاو وزنجلان، واش يمكن لي نخلطهم غير بالشوكولاط عادي؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل. بغيتي تزيدي في الوزن ياك؟ دكتور مع العلم انا كنتعصب وفيا بومزوي. قولي لي يا خديجه، بغيتي تزيدي في الوزن؟ علاش بغيتي تزيدي في الوزن؟ حيت ضعيفه بزاف. شحال دابا فيك في الوزن ديالك؟ دابا 49 50. 49 50 وفي الطول؟ في الطول مترون.
وراه انا كيبان لي على انه الوزن ديالك راك مزيانه، يعني انت جايبه واحد المعدل اللي بزاف ديال الناس كيبحثوا عليه. دكتور عماد، اكيد فهمت شنو هو الوزن المثالي حسب القامه والطول ديال الانسان؟ اكيد فهو داك السنتيمترات اللي كتفوت المتر او داك المتر ولا داك السنتيمترات اللي كيفوتوا، فكيقول لك ان الوزن المثالي كيكون قريب لهاد السنتيمترات، مثلا متر 75 75 كيلو، متر 60 60 كيلو، فهذا هو اللي كيكون الوزن المثالي. وهنا عندنا متر 50 49 50، فهذاك راه لو بوا ايديال. فغير ردوا البال معنا، طبعا الزياده في الوزن مزيانه، ولكن عندك واياك تمشي ديري شي حاجه اللي غتكون عندها عواقب على صحتك خديجه، ردي البال. لا اختي سنه، انا كنستشر مع الدكتور عماد عاد كندير شي حاجه. برافو عليك، برافو، وكنتمنى لك دائما الصحه والسلامه والسعاده ديالك. غادي ناخذ سهام. صباحك سعيد، مرحبا بك معنا من اسفي سهام. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلي على الكيداك شويه ما كاين، علاش؟ تفضلي، مرحبا. بغيت نهضر مع الدكتور عماد. نعم اختي، مرحبا. شو السؤال ديالك؟ بغيت نسولك على شي وصفه لتقويه الحجبان ونسمى الرموش ديالي. اييه. كتنوض مكسر كطيح كفاه وكتقط، يعني كتنوضش كتنوضش عاديه. قول لي التغذيه ديالك كي دايره اختي؟ التغذيه ديالك عاديه مزيانه؟ عاديه. كتشربي الماء مزيان؟ اه. ما كتعالجي على حتى شي مرض؟ ما سبقلكش مرضتي بشي حاجه ولا درتي شي عمليه؟ لا لا. نعم. فتقويه الحواجب والرموش غادي ناخذوا زيت بودور المشمش، وغادي ناخذوا زيت الصوجة. زيت بودور المشمش جوج معالق كبار ومعلقه كبيره من زيت الصوجة، كنخلطوهم وكنديروا بهم مساج على الحواجب مدة ديال 10 ديال الدقائق، وكنباتوا به يوميا. والرموش كنعرفوا الطريقة دائما أننا كنديروا في واحد الشتاء حتى كنشفوها مزيان من هذا المحلول، وكندوزوا بشوية على الرموش ديالنا يوميا كل ليلة، وكنداوموا على هذه الوصفة هذه، وإن شاء الله غتعطيك نتيجة. دكتور عماد، وعدتي السيدات تقول لهم كيفاش يستعملوا زيت أرغان. نعم. وزيت أرغان متوفرة عند الكثير من النساء. اكيد. فزيت ارغان اذا غادي نستعملوها كما قلنا الشعر، الشعر غادي نستعملوها كسيروم. فغادي نديروا واحد الحيله باش هاد زيت ارغان ما تاثر لناش مع اشعه الشمس. فغادي نديروا زيت ارغان جوج معالق كبار، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، ومعلقه كبيره ديال زيت القرعه الحمراء. اذا هنا البيتا كاروتين ديال القرعه الحمراء كيبطل لنا داك المفعول ديال تأثير الشمس على زيت أرغان. نخلطوا هذه المكونات كاملة وكنستعملوها كسيروم على الشعر ديالنا، سيروم اللي كنستعملوه يومي، فهو مقوي ومرطب وكيعاون الشعر ديالنا. بالنسبة للبشرة فغادي ناخذوا معلقة كبيرة من زيت أرغان، وكنزيدوا عليها جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا فيتامين أو. وهذه الوصفة كندهنوها بالليل كمساج على البشرة ديالنا وكنداوموا عليها يوميا. سؤال آخر، أم أميرة كتسولنا على الزوج ديال عنده مرض السكري وكيشرب العشبة ديال الأغريس صباح كاس صغير، وملي كيبغي ينعس كاس صغير، واش ما فيهاش شي خطورة؟ الله يخليك، عيات ما كتصل ما كيشد ليهاش الخط. إذا كنشكر الأخت ديالنا على هذا السؤال هذا، وهذه مسألة مهمة. دائما كنقول أن داء السكري كنلتزموا بالدواء، الأعشاب كنتجنبوهم، لأن الأعشاب يا إما كتأثر على الكلاوي وكنعرفوا الكلاوي كيفاش كيكونوا من عند الإنسان اللي كيكون مصاب بداء السكري، يا إما هاد الأعشاب ملي كتخلط مع الدواء ديال داء السكري كترفع المفعول ديالو خمسة حتى ستة ديال المرات، وهنا كيمكن يوقع الإنسان في الكوما. الحالة الثالثة أن الأعشاب كيمكن إذا تخلطت بالدواء ديال داء السكري ما يبقاش المفعول ديال الدواء، ما يسمى بالونتاغونيزم، ف ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب لعلاج داء السكري. فداء السكري فوقاش غادي نقول لكم انه يعالج طبيعيا نهار يولي الزرع ديال البنكرياس، وهذا الشيء راه مازال ما وصلتوش العلم، يعني كاينين تجارب. وعافاكم، ممنوع استعمال الاعشاب والتزموا بالحميه والدواء ديالكم. سؤال اخير دكتور عماد، عندنا بولدوناج كتسولنا على البنيه عندها عام ومع الصيف وكانت كتغسل لها بزاف الشعر كينشف الاطفال، كتسولنا على شامبوان طبيعي وعلى سيروم. اذا الشامبوان طبيعي الاطفال، واخا نديروا ناخذوا البيض ديال البيضه، اذا بيض بيضه كنزيدوا ليه نص معلقه صغيره
ديال زيت الخزامه، كندهنوا به الشعر ديال 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 الاطفال، كنخليوه واحد المده ديال 5 دقائق ومن بعد كنغسلوه مزيان حتى كتحيد هاد المواد هذه. وبالنسبه للشعر ديال البنيته اللي عندها عام، فمع الوقت راه غادي يرجع الشعر للحاله الطبيعيه ديالو، غير التزمي اختي باش تعطيها الماء وتحافظي لها على التغذيه ديالها السليمه، وان شاء الله الامور غتكون بخير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.